شعار ثانيا، ثم ها هم اليوم تنفذ فيهم جريمة العصر بإعلانهم تنفيذ الإعدام بحق الفقيه الشهيد نمر باقر النمر رضوان الله تعالى عليه. نحن على يقين أن دماء الشهداء دم ويدا من الحسين واحنا نبقى ثائرين، دم ويدا من الحسين واحنا نبقى ثائرين. شنو ذنب المدمون؟ شنو ذنب النمر ود؟ لا والله يا لي سعود ما تخلصونه، والله يا لي سعود ما تخلصونه. شنو ذنب النمر ود؟ لا شنو ذنب النمر ود؟ دم ويدا من الحسين واحنا نبقى ثائرين. شنو ذنب النمر وتعدمونا؟ شنو